مساء الخير، حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي تنفيس مع أبو وطن. في هذه الحلقة أستضيف قامة برلمانية وسياسية يعرفها الأردنيون بمواقفها في مجلس النواب الأردني 19. سنناقش مع هذه الشخصية عدة محاور وعدة أشياء وعدة تطورات. هل نستطيع أن نخرج منها ما نريد أم يتغلب علينا بحنكته المعروفة عنه؟ رحبوا معي بالنائب محمد عناد الفايز. يا مرحبا فيك. أهلا وسهلا. مرحبا فيك. بدنا نطلع إشي منك. أنا جاهز تحت أمرك. بس ما بدي تحت أنا جاهز كده. تحت أمرك. طيب قبل لا نبلش بدنا السؤال الأول، أنت من النواب الجدد اللي بيسموهم المية الجداد. نعم. وبالنسبة يعني لك في قاعدتك الشعبية بتعرفك واللي حواليهم بيعرفوك، بس غالبية الأردنيين لما أنت فزت مين محمد عناد الفايز؟ بدنا أنت تختصر لنا من هو محمد عناد الفايز، مواطن أردني وكمل. يعني محمد عناد الفايز مواطن أردني، كنت أطمح من صغري أني أوصل للمكان وصلت له. أنا أحمل 3 شهادات ماجستير، ماجستير بالعلاقات الدولية وماجستير بإدارة التسويق وماجستير بالإدارة العامة. إدارة التسويق؟ نعم. يعني صحيح. تقدر تسوق لنا البرنامج هذا؟ طبعاً. طبعاً. هي التسويق هي يعني حقيقة يعني مسار ممتع لأنه في نوع من الفن أعتبره يعني. وتعتمد على شخصية الإنسان، شخصية المسوق. إحنا كثير من الأمور ما كنا قادرين نسوق أنفسنا، حتى الأردن يعني إذا بدك تحكي على تسويق نعرج على كثير من الأمور. التسويق الدولي هاي. التسويق الدولي. لا، التسويق السياحي، التسويق الطبي. هذا كله تسويق. إحنا ما في عندنا تسويق فساد. لا، الفساد مسوق نفسه لحاله. 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 ماخذ دكتوراه. مش محتاج. لا. طيب ليش 3 شهادات ماجستير؟ ليش مش 2 وواحدة دكتوراه؟ ليش يعني ما عديت على الدكتوراه؟ سؤال يعني جيد، سألته أكثر من مرة. حقيقة ما كانت تعنيني إنه شهادة الدكتوراه أو لقب الدكتوراه بقدر ما كنت أبحث عن الفائدة إلي أنا شخصيا. في كل مجال كنت أنظر لشيء معين. كان عندي وقت. كان عندي وقت يعني استثمرت وقتي. الماجستير كانت تأخذ فترة سنة زمان وتنتهي، فاستثمرت وقتي في الدراسات اللي أنا درستها يعني. طيب يعني لما صرت نائب كان أخذت الماجستير الرابع؟ ممكن. العلم لا يشبع منه. صحيح موطن. أكيد العلم لا يشبع منه. بس الحياة. طيب الحياة علمتنا شيء أكثر من الدراسة. شو طيب مديش أقول لك شو علمتك. طيب لغاية ما نزلت لمجلس النواب قبليها شو كنت تشتغل؟ أنا اشتغلت في 3 مواقع. في اشتغلت أول خدمتي في دائرة المخابرات العامة. وهذه سقلت شخصيتي. نعم، كنت أول تخرجي من الجامعة. بعدها انتقلت لمنطقة العقل الاقتصادية. طولت في المخابرات؟ لا، سنتين حقيقة ما لقيت نفسي في هذا المكان. انتقلت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. قعدت فيها 4 سنوات وكان لي شرف في ذاك الوقت يعني أنه عملنا مع كثير من الزملاء اللي وضعنا التعليمات وأسس جديدة لإنشاء منطقة جديدة، لكن النتائج حقيقة مش كثير يعني مرضي عنها. المرحلة الثالثة والأخيرة كانت بديوان المحاسبة. يعني أنا ألخص تجربتي الوظيفية في أهم جهازين وأهم مكانين أعتبرهم هم خط الدفاع. العقبة وديوان المحاسبة. لا، ديوان المحاسبة والجهاز المخابرات. لذلك أنا قناعاتي ودائما أرددها أنه أهم جهازين بالأردن خط الدفاع الرئيسي، إن صلح صلح كل شيء، اللي هو ديوان المحاسبة وجهاز المخابرات، كونه عندهم أكسس وعندهم سيطرة وضبط كل شيء. وعندهم الـ الأدوات واضحة والخريطة الاجتماعية والسياسية وكل شيء مبين عندهم. يعني خلينا نحكيها بالمفتوح، عندهم مثل ما تفضلت أنت، عندهم كل شيء واضح. مطلعين على والداتا متوفرة. مطلعين على الأمور اللي ما في أي شخص آخر مطلع عليها. لكن للأسف يعني المشكلة دائما إحنا الواحد يحكي لسانه متبري منه. لا، بدي يكون متبري منك شوية. مطلوب منهم أكثر من هيك. أنا دائما أحكيها ودائما أرددها. مطلوب. يعني لما أقول أنا صمام لما أنا كنت دائما أنادي أقول لازم هذول الجهازين لازم تمكينهم تقويتهم، لازم يكون عندهم مزايا. يعني تشعر الموظف لما يكون في هذا المكان حلم لأي شخص. لما أقول خط الدفاع الأول هو خط الدفاع الأول، أنا بحكي معك وأنت بالتليفون.
لا أنا مش قلت بدي أطفي التليفون مش هذا بدي أعمله سايلنت، خايف يجي مكالمة ويقطع علينا الحديث الشيء. برد عنك أنا مش مشكلة. لا حقيقة جهازين من أهم الأجهزة اللي أنا لازلت أقول هذول خط الدفاع الرئيسي. إذا 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 تم شغلهم بشكل صحيح كان ممكن نتجاوز كثير من الأخطاء اللي مرت فيها. طيب 3 شهادات ماجستير 3 مواقع عمل، كيف فكرت أن تصبح نائب؟ يعني وليش؟ هل هو طموحك وانت صغير؟ ولا وجدت أن الآن الفرصة متاحة لك أنك تنجح؟ ولا عندك برنامج حقيقي 1 2 3؟ ولا بين قوسين لأنك من دار الفائز ولازم يصير منك نائب؟ نرجع نتحدث بصراحة. بدي بصراحة أنا. لو أني نائب مش من دار الفائز ثق تماما لكان يمكن إنجازي مختلف أكثر من ذلك. الله. ولكان ما تحاربت أكثر من ذلك. الله. والله. مفروض أنت على أنك من دار الفائز يكون إنجازك عظيم. أنا عانيت معاناة. أنا طيب. بدي نحكي بكل صراحة. كويس جميل. أنا جزء يعني الشهادات لا تعنيني شيء. مش مهم الشهادات. ياما تلاقي في ناس يحملوا شهادة الدكتوراه وبروف وتتحدث معه في بعض الجزئيات تكتشف أنه ياريت أنك ما حكيت معه في شيء. أنا في منهجي من سنوات طويلة وأنا من أيام الجامعة وبعد الجامعة يعني هم ما يسموهم الحراكيين. أنا ما يعني أنا لازلت أتحفظ، هي مش حراكي، لكن أنا مع الشباب اللي كانت تعبر عن رأيها. أنا كنت من ضمن الناس اللي كانوا بالرابع وبالثالث وبكل وقفات كنت أشعر. تعرف أن كنت أنا يعني يوجه لي نقد، وكان هذا أسوأ شيء كنت أمر فيه. تعرف شو اللي كان يتوجه لي النقد؟ من الناس يعني في تربطني فيهم علاقة طيبة، أنك أنت يا محمد من عائلة الفائز، وأنك أنت يعني من عائلة ميسورة الحال، مش بحاجة ولا تعاني من الضغوط الاقتصادية. أكون أنا واقف تحت المطر تحت الشتاء على مدى أسبوع وعشرة أيام وهو قاعد ببيته بس وراء المواقع التواصل الاجتماعي بس مجرد ينتقد وشي. أنا لو مش مؤمن في هذا الفكر ومش مؤمن في هذا الهدف ما كان وقفت على مدى سنة وسنتين وثلاث وخمسة وثمان سنوات وعشر سنوات. سألتني عن مجلس النواب، مجلس النواب حلم أي شخص وطموح. أنا طموحي السماء. حلو طموحي السماء. أنا طموحي السماء. هذا من الأسئلة بعد جيلها دائما شو بعد النية. طيب. سبقتك أنا طيب. طموحي السماء حقيقة. لكن بالنسبة لي الآن كمجلس نواب أعتقد أنه هذا أفضل شيء ممكن توصله، لأنه أبعد من ذلك ينعكس ضدك، لأنه مجلس النواب أهم دور بالدولة الأردنية هو دور الرقابي والتشريع. أنا أهم دور إذا عمل صحيح، إذا انشغل صحيح. خليني أقول أنه زي ما بيقولوا على الورق، يعني لما تيجي نظريا فعلا هو أهم دور، بس عمليا وعمليا إذا وعمليا. خليني أسألك ما رأيك من مجلس النواب الآن الحالي؟ الحالي، وانت عارف أزمة الثقة اللي بين الشارع وبين مجلس النواب، وأزمة يعني مرحلة، يعني مش مجلس النواب هذا وبس، لا من 4 5 مجالس سابقة. شوف بدي أربط حديثنا كله مع بعض على موضوع التخصص والتسويق. لما نتحدث عن التسويق وكيف تعمل إسقاطات وكيف تترجمه، مجلس النواب الحالي حسب ما أنا دخلت في فترة 5 شهور، هي فترة بسيطة، فترة 5 شهور وواكبتنا موضوع الثقة وأخذت فترة منا طويلة، بعضها والموازنة أخذت منا جزء من الفترة هذه. لكن في تقصير من المجلس، ما قدرنا نسوق مش أنفسنا، ما نسوق المجلس ولا إنجازاته ولا أداؤه. يعني على سبيل المثال أنا لما كنت واحد من ضمن مجموعة من الزملاء المحترمين والذوات والزميلات، لما رجعنا جزء من القوانين رجعناها قوانين وصلتنا ما شفناها غير مناسبة ولا بالمجمل تبعها رجعناها حتى يعاد صياغتها بشكل جديد. هذه ما انذكرت ولا حتى أشير إليها في شيء. بعض القوانين اللي أخذت منا وقت طويل ويمكن الناس شافوا وشاهدوا على البث، يعني كان في نقاشات حقيقة كانت أنا تشفي غليلي لما كان ينشط منها بند واثنين وثلاث وأربعة تكون ضد المواطن وشطبات. أنا ما كنت أعرف المجالس السابقة، كنت أنا ننظر من بعيد، لكن حتى ما نظلم القبل، لكن هو في عدم رضا على المجالس السابقة. إحنا ترى ظلمنا من الصورة النمطية اللي كانت على المجالس السابقة كلها. يعني أنت تقول إنه الآن الصورة المرسومة عنكم هي من المجالس السابقة وأنتم مختلفين. ومبرر. طيب أنا بدي أجاوبك بطريقة أخرى واعتبرني أمثل وجهة نظر الناس. يعني جيد. أنا أقول لك لا. إنه أنا أقول لك إنه الناس. أعطيني. الناس تحتفظ بالأكشن. صحيح. إنه أنتم تعملوا وتردوا قوانين الناس ما فيها أكشن.
بينما لما يجتمع 130 نائب ويجمدوا نائب أكشن 5 دقائق، هذا أكشن لا ينسى. لما يجتمعوا 5 دقائق يفصلوا نائب أكشن. لما يجتمعوا أيضا 130 نائب ويصوتوا على المسألة الصهيونية المعاهدة، هذا أكشن 5 دقائق، هذا بحفظوا الناس. أنت يعني بدك نقاش والرأي ورأي الآخر. طبعا أكيد أكيد، ونحكي في كل شفافية وفي أكيد أكيد. في موضوع المذكرة، وأنا أعرف أنت شو تقصد موضوع المذكرة 130 نائب لأول مرة. صحيح. لأول مرة كل مجلس النواب يوقع على طرد سفير الكيان. صحيح. الكيان الصهيوني. صحيح. أنا أسميه الكيان الصهيوني. صحيح. وبكل ثقة أرجع يعني أقول حقيقة، دائما في مقولة حظ الحكومة قوي. والله حظ الحكومة قوي. قول لي كيف. كيف لما توقع 130 نائب على طرد السفير، هذا يفترض أن يتم مناقشته بالمجلس والتصويت عليها. الآن 130 نائب لأول مرة يجتمعوا على هذا الاتجاه. حتى النائب المتردد، أنا ما بدي أطعن في زملائي، لكن خلينا أقول حتى، لأنه مش كل النواب 130 نائب، خلينا نقول ثلثين وثلث الآخر. النائب المتردد اللي ممكن يتراجع وممكن ينضغط عليه وممكن كذا، ما رح يقدر يتراجع لأنه وقع هذه المذكرة في حدث. لكن لما أقول لك حظ الدولة قوي، هذه اللي الناس مش تعرف، ما تعرف التفاصيل، وفي نوع من الظلم. في زميلنا أحمد القطاونة أبو مجاهد مسك المذكرة قال بدنا نطرحها بعد نقاش، كان عندنا نقاش بعض القوانين، بنهاية النقاش بدنا نطرح المذكرة لإجراء. احنا عندنا في 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 أداة دستورية، احنا في ناس يقول لك لا هي مش إلزامية للحكومة، لا إلزامية ونص للحكومة. كيف إلزامية ونص؟ لأن الحكومة إذا ما التزمت في رأي وقرار مجلس النواب، إلنا حقية نطرح الثقة فيه. صحيح. وتروح. صحيح. إذا ما قدرنا ننفذ اللي بدأ وصله القرار. الخطوة الثانية كانت يعني بعد يعني قرار القوانين، صار الحدث ما حدث، يعني نسفت المذكرة وأبو المذكرة وراحت أسبوع وعشرة أيام، حتى الحدث تفرعت الامور، تفرعت يعني فقد قيمته. هو ما يحدث في 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 يعني في بارضنا في فلسطين هي مش اني ولا وقتي، احنا طول عمر السنوات يعني هذا قضيتنا. لكن لما كان بارضنا في فلسطين حقيقه، يعني هذا شعورنا، لانه الحدث اقصد اخوي ابو وطن، الحدث لم يكون في وقته. كان ممكن طرد السفير في وقته. لما يكون في تصويت على المذكرة وفي طرح المذكرة، هذه الناس ما كانت عارفة الموضوع، أعطوها بس لو تركوا مجال ساعات بعد النقاش كان المفروض يتم التصويت على على على, على, على المذكرة. ما حد جاب سيرتها ولا حد اتطرق شو الأحداث اللي صارت. صار اللي صار ونسفت المذكرة وراحت وراح كل شيء معه. وهذا حكي خطأ، المفروض هذا يفترض يعني خطوة مبدئية مش آنية. طيب أنا ما بدي جاوبني جواب دبلوماسي تقليدي لما أقول لك أنت تحسب نائب معارض ولا نائب، ولا أقول لي أنا حسب الموقف أنا نائب وطن. لا مو كمان يعني نحسبها على أغلب المواقف. أنت يعني أغلب المواقف مع الحكومة ولا ضد الحكومة؟ ما هيك الناس بتسد على المشهد. بدك بصدق؟ آه. إذا الحكومة يعني كان في لها اتجاه لمصلحة المواطن، هذا ما اختلف. إذا كان لها موقف لمصلحة المواطن، ما اختلف. بس على الغالب يعني لما يجي أي شيء من الحكومة، يعني أنا لو يجيني أي شيء من الحكومة أول ما قلبي ينقص، لأنه ما في ثقة. أقول لك أنت يعني قلبك ينقص من اللي يجي من الحكومة وتبلش بصراحة. بصراحة أزيدك من الشعر بيت. نعرج على أمور حتى المطعوم. حتى المطعوم. يعني أنا واحد من الناس اللي كنت محايد لأني مش قادر أتجه بأي اتجاه، مش قادر أحسم أمري. لكن دليل إصرار الحكومة، المشكلة مش لازم نحكي إحنا في كل التفاصيل، إصرار الحكومة على إعطاء المطعوم للمواطن، عمر ما كانت الحكومة تهتم بالمواطن بهذا الشكل. أنا هذه قناعاتي، عمر ما كانت جاية الحنية، من وين جاية الحنية ودوروا على المواطن؟ إذا أنت ما خدت تعال يعني حقيقة. وأنا أنت راح تخرب بيتنا بالآخر، راح تخرب بيت أنت بالآخر. تخرب بيتك أنت لاعب محصن، يا ريت معي نص حصانتك. طيب أنا بدي أسألك هذا السؤال، بدي أرجعك لأول مرة دخلت فيها مجلس النواب تحت القبة، كيف كان هيك شعورك أول مرة تدخل؟ ما كان شعور غريب، لاني دخلت وانا يمكن 6-7 مرات. لا مع دخولك وانت وانا نائب مختلف، وانت نائب اول مره، وهذا المكان يعني بديش اقول يخضع لك، التعبير مش صحيح يعني. انا كان خالي رحمه الله عليه، الله يطيش، عاكف الفايز، كان
يعني من المخضرمين وكان رئيس مجلس لفترات طويلة. صحيح. وكنت أنا قريب منه وحضرت معه عدة مرات بس كنت يعني مرافق بعيد. بعيد يعني حوالي من يكون داخل يعني داخل تشعر أنه أنت قاعد تساهم تساهم في 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 تغيير بعض القوانين أو بعض البنود اللي أنت مش مقتنع فيها مع زملائك طبعا مش لوحدك يعني شيء جميل يعني. طيب. لكن أنت تحمل أمانة ويعني طيب نجي على الجلسة الأولى. كان معروف قبلها بأسبوعين ثلاث أنه عبد المنعم العودات هو رئيس المجلس. لا. أنا بحكي لك على أنا كنت أعرف معروف قبل بثلاث شهور مش أسبوع يعني أنا قللت الرقم يعني تصلح لي أنا فكرت أنك تنسف المعلومة. لا لا صحيح معلومة لكن معروف قبل فترة طويلة. أجا وقت التصويت ووقت الترشيح وأنك رافع إيدك وقلت أنا أترشح مش قراري الحالي هسه ماشي أنا بحكي على اللي شفناه على الهواء. صحيح. أنا براقب على الهواء. صحيح. جو كم من واحد من زملائك يا زين يا ما عارف إيش يا قلت لهم حق الديمقراطي وأنا عارف إنه ناجح أنا عارف إن أنا ما لي ناجح وناجح. وجلالة الملك قبل بكم ساعة حكى خطبته إنه هذه ممارسة الديمقراطية ولا هذا. هسه بصدق أنت بس فقط لا غير عشان تقول إنه لا يجوز يعني هيك بالعرف إنه رئيس مجلس النواب وهو منتخب كنائب قبل انه يجي يطلع بالتزكية عندنا ولازم لا تصير انتخابات ولا انت قلت يا رب تزبط معي واصير لا تعرف لو زبطت معي والله لن ابقى لدقائق ستستقيل والله لن ابقى لدقائق لانه مع انك جبت اصوات يعني اصوات يعني انا كنت راضي عنها يعني 27 صوت في خلال نص ساعة يعني لكن حتى نكون منصفين يعني حتى نكون منصفين حقيقة هذا القرار اتخذ قبل بيوم من كتلة الشعب وفيها ذوات يعني كل شخصيات تحدثنا وحكينا أنه لن نقبل أنه تكون الانتخابات أو رئاسة المجلس بالتزكية لسبب واحد أنه مش معقول إحنا 100 نائب دخلنا اليوم القبة اليوم دخلنا القبة عملية التزكية معناته أنا أعرفك صحيح. وعندي علم فيك وفي في في خطك وخط سيرك وفي توافق فمش معقول أنه نتفق إحنا 100 النائب جديد على رئيس المجلس تعرف لو الدورة الثانية لو الآن الأمور تختلف لأن أنت الآن قضيت 6 شهور أنت صار في نوع من التواصل بينك وبين زملائك لكن في أول دخولك أول نص ساعة يكون في اتفاق على التزكية يعني عليها علامات استفهام زعل العودات منك؟ بصراحة لا طب تفاجأ أنك نزلت هو مش زعل انا احنا تناقشنا احنا وياه بالكتله لما زار يعني كثير من الزملاء النواب احنا قلنا له وانا واحد من الناس قلت له انه للصوره الحضاريه والصوره الديمقراطيه والصوره لازم يكون في امامك منافس وانت راح انت اتجاه كبير معك وعارف انه اتجاه معك لكن خلي قدامك يكون في شخص وانت راح تحصل على الرقم الاكبر هو كان يرغب انها تكون بالتزكيه اي شخص يتمنى انه يحصل على موقع طيب بده اياها بالتزكية عشان يقول يعني تعطي قوه يعني لا لا ستعطي قوه انه بعيدا عن العودات الان لما واحد ينجح بالتزكية كمجلس نواب رئيسا تعطي قوه من ناحيه انه انا الكل مجمع علي بحبني ما حدا نازل يقبل قدامي ولا بده اياها بالتزكية بدوش يخش منافسات مع احد لا لا هي الراي الاول الاول الراي الاول انه انا علي اجماع انا علي اجماع هو شوف يعني حقيقة رئيس شخص دمث جدا ويعني ويحظى باحترام الجميع لكن مثل ما قلت احنا ما نتحدث عن العودات كشخص احنا نتحدث على آلية انتخاب رئيس المجلس في اول جلسة اول جلسة كنا 100 نائب دخلنا اليوم المجلس لا يجوز انك تحكي انه صار في اجماع توافق عليه ما لحقنا نقعد مع بعض اصلا بالشكل يعني تقدر تجيب صوت في الانتخابات النيابية النيابية 3200 وش طيب هل ترى بعد ممارسة دورتين انتخابيات 2016-2020 أنه القانون منصف؟ لا غير منصف غير إطلاق منصف إطلاقا يعني نظام الكتل اللي وضع القانون أعطوه كل المسميات يعني يعني ضروا كثير من المرشحين كان لما يشكل كتلة كانت يعني المرشحين الآخرين يرفضوا يكونوا معه هذه إحدى العوائق اللي كانت أنت نجحت عن كوتة البدو بدو الوسط انت مع كوتة البدو يعني مع انه البدو الوسط وبدو الشمال وبدو الجنوب كلهم كوتة
ولا يجب أن يتنافسوا مثل ومثل البقية، لأن هاي كمان مصدر خلاف أو مصدر سجال بين الناس. أحسنت. وأنا التقيت مع دائرتي يعني أبناء منطقتي، وحقيقة التقيت لقيت وجهتين نظر 50% و50%. وأنت قادر تحصل؟ مش قادر. لا فعلا النص هذا يقول لك إنه هاي الكوتا هيك أضمن. أضمن. النص الآخر يقول لك إنه إحنا مش أقلية أولا. احنا مفتوحين على المنطقه. صحيح. بالخارج. صحيح. وفي ناس لهم تواجد في عده صحيح. مناطق. صحيح. بالعكس ليش تحشرني على في منطقه واحده؟ هذا النص الاخر. لكن حقيقه الموضوع مش سهل، يعني انك انت توصل وين الخيار الافضل، الا انك ترجع كمان تتواصل مع الناس وتشوف شو الخيار العسل. لما يكون في كوتا للبدو مش هيك كمان يصير صراع داخل القبيله ما احكيش العشيره اكثر طبعا، ويعني واولاد العم يشدوا على بعض، ويعني شو المخرج؟ شو المخرج؟ شوف، طالما القوانين قاعده توضع بهالشكل هذا، هي وجدت لتفتيت القبيله، وجدت لوجه خلق مشاكل بين الناس. مش بس القبيله، حتى ابن المدينه، حتى ابن المخيم. هي بالنهايه لما تشكل كتله انت من اشخاص معينين، ويكون التنازع داخل الكتله نفسها، خلقت الفتنه بين نفس المنطقه. انت مع قانون انتخابي يتم فيه عداله في التمثيل الديموغرافي، انه بنسبه السكان لنسبه المقاعد، ولا لا انه مناطقيا عادي، يعني انه مثلا حتى هاي المنطقه مناطقيا تاخذ 3 مقاعد حتى لو كانوا عدد سكانها 20,000، والمنطقه الثانيه فيها 1,000,000 ياخذوا 4 مقاعد مثلا. شوف، انا كل اللي اتمناه انه يوصل شخصيات مناسبه لمجلس النواب. حتى يوصل شخصيات مناسبه بحاجه الى قانون مناسب. صحيح صحيح، وهذا اللي قاعد ينشغل عليه الان، حتى انك توصل لا طريقه واليه. لكن اذا الدوله ظلت بقيت تنظر على بهالمنظور هذا، ما راح تعطي مجال للناس. هي شوف، هي بالنهايه خوفها من وين؟ خوفها من الحزبيين ومن المنظمين. نعم. حقيقه لانهم الوحيدين اللي ممكن اذا تغير القانون ممكن انه يكون لهم مساحه اوسع بالعمل. طب ليش والوصول؟ ما دام دوله نريد ان نصنع فيها ديمقراطيه، احنا لسه ما وصلنا للديمقراطيه الفول اوبشن. صحيح. صحيح. يعني بالعكس احنا تراجعنا بالديمقراطيه. صحيح. 20 سنه لورا. صحيح. طيب تراجعنا بالحريات 25 سنه لورا. ما بقولها من اول ما صحينا على الديمقراطيه وهم يقولوا طفل رضيع. نعم صحيح. لها 30 سنه طفل، شو هالطفل اللي بعده يرضع؟ احنا اول ما دخلنا المجلس في زميلك جمال حداد علق في شيء. صحيح. على موضوع المطعوم. صحيح. وقفوه كذا يوم. صحيح. ما كانت هذا حكي بالسابق، تقول لي انه حريات وتحكي لي اصلاح سياسي. طيب احنا انتصف حوارنا لغايه الان، يعني نص الحلقه راحت، الحوار مر هيك بسرعه، الحكي معك لذيذ جدا. الله يخليك. انت كثير جملك رشيقه زي ما بيقول. الله يخليك. بس احنا بالنص الثاني بدنا نحكي حكي اكبر من هيك، يعني بدي تطلع، بدي تغرف حسب ما يحتاج الموقف يعني الموضوع. ما شاء الله عليك. اعزائي المشاهدين، فاصل وراجعين نكمل مع النائب الزاكي. الله يطول عمرك. معقول مر الوقت يعني بهال 22 دقيقة ونص؟ عن جد؟ يعني فعلا ما حسينا فيه يعني. فراجعين مع النائب محمد عناد الفايز بعد الفاصل وراجعين. يعني ما شاء الله عليك فعلا وقتي يمر. سيداتي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل، إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط، وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا.
رجعنا لكم نستكمل الحديث مع النائب محمد عناد الفايز. بدنا نخش هسه في موضوع اللجنة الوطنية للإصلاح اللي تشكلت حديثا وصار عليها حكي كثير. أول سؤال بدي أسألك إياه، رغم أن اللجنة ملكية، أليس هذا رؤية من جلالة الملك بأنه مجلس النواب مش قايم بدوره؟ يعني ما تجي تفكر فيها، الأصل العمل تشتغلوا اللجنة. أنا ما بنظر لها، ما بشوف، ما بتنظر، ما بشوف الطريقة هذه، إلا أنها بتصب بنفس الفكرة اللي أنت يعني حقيقة في، حتى لو أنها اللجنة ملكية وبتوجه توجيه من جلالة الملك، وإحنا دائما جلالة الملك يعني هو يعني صاحب الرؤية الشاملة، صاحب الرؤية ويعني ويعمل بكل طاقاته. صحيح. لكن في أحيانا بعض الأمور حتى الملك عنده مستشارين، مش كل شيء يشتغلوا بنفسه. يعني موضوع اللجنة الملكية للإصلاح والنظر في قوانين مثل قانون اللامركزية والبلديات في نفس الوقت اللي احنا قاعدين نشتغل فيه في مجلس النواب، طب هذا بحد ذاته تعارض. احنا يفترض انه الواحد ما يحكي في التفاصيل هذه لانه هي رؤية ملكية وهي توجيه ولجنة ملكية. صحيح. الناس ما راح تحكي بها التفاصيل، لكن احنا يفترض من الأمانة علينا ان نحكي في جزئية معينة في موضوع التناقض. هو اصبح في مسارين، يعني على سبيل المثال افرض انه احنا قاعدين الان اليوم كنا مجتمعين مع مجلس النقابات تباحث عن موضوع الحلول الافضل لقانون البلدية، واللجنة بتشتغل على خط اخر، خطين مختلفات. يعني وبالاخير القوانين اللي راح تجهزها اللجنة راح تيجي عليكم، هي بالنهاية راح ترجع لمجلس النواب، ومجلس النواب هو سيد نفسه. صحيح. هو صاحب القرار في إقرار ما يراه مناسب لمصلحة الناس والمواطن أو لا. طيب لو أقريت قوانين كما حدث في المجالس السابقة مثل قانون الانتخاب، وأنا قناعتي الداخلية إيش ما بيجيب قانون انتخاب لن ترضى عنه الناس، وراح يثير جدل وراح يقولوا ما بيمثلوا ودائما وجهات النظر. لكن أنا بحكي عن الغالبية، لو جبت قانون والناس ما عجبها وصار ملزم في التطبيق، طيب هيك بتعتبروا حالكم نجحتوا ولا فشلتوا؟ لا طبعا. هل المعيار انك تجيب قانون ترضى عنه غالبية الناس، ولا ان ترى انت ان هذا القانون منصف للناس حتى لو لا ارى الناس عكس ذلك؟ شوف، في اشكالية سياسية يعني. ارضاء الناس غاية لا تدرك. صحيح. انا بحكي عن الغالبية. انت بدك تشوف اصحاب الفكر، مؤسسات المجتمع المدني، اصحاب الرأي واصحاب الشأن في هذا الاتجاه حتى تحصل على احسن رؤية. انا اليوم حكيتها باجتماع، في الاجتماع اللجنة الإدارية والقانونية مع مجلس النقابات، انه يكفينا في كل مرحلة نطلع في قانون، يكفينا في كل انتخابات تجرى. صحيح. في قانون مؤقت، قانون مؤقت او حتى قانون. في كل مرحله احنا ما في عندنا استقرار للبيئه التشريعيه، ولا في عندنا استقرار بالقوانين، ولا في عندنا استقرار للبيئه الاستثماريه. المستثمرين لما طاروا وفضوا برا البلد، يعني تسمع منهم شخصيا اجوا على قانون وتغير القانون الثاني. مناطق التنمويه انحطت في اسس وقبل كم شهر اتعدلت على اسس اخرى وقوانين اخرى. طيب يعني ما في عندنا ناس يشتغل على هذه القوانين لعشرين سنة وثلاثين سنة وخمسين سنة لقدام، مش معقول. طيب يعني واحد مثلك معه ثلاث شهادات ماجستير وبده، أنت بتحكي عن ثبات الاستراتيجيات عشان نبني البلد، استقرار البيئة، بس أنت من أصحاب نظرية المؤامرة. نعم. طيب فكيف في مؤامرة، عندك نظرية مؤامرة وبدك استراتيجية، ما راح تزبط، راح تظل يشكك فيها. لا انت تشكك في الجزء اللي انت مش مقتنع فيه. انت مش لازم تشكك في كل شيء. طيب ولا راح تتعب. بدي تشرح لي نظريتك، احكي لي عنها في موضوع المطعوم. المطعوم عندك نظريه مؤامره في المطعوم، شو هي؟ نظريه خاصه. نظريه خاصه بس. هذه يعتبروها خارج الحديث وخارج السياق. هي شوف يعني انا قناعاتي وخلينا نفوت على موضوع قضيتنا، القضيه الفلسطينيه. نعم. يعني وجهة نظري أنه الخطر الأكبر والسلاح اللي بيد العرب القنبلة الديموغرافية. القنبلة الديموغرافية. ونفس القنبلة هذه لها خطورة. نوضح للناس الديموغرافية اللي هي السكان على الجغرافيا. السكان. يعني يعني تزايد يعني عند العرب يعني بشكل يفوق
الكيان يفوق حتى العالم كله. نعم. هذا شيء معروف. نعم. يعني أنا أقول لو من 20 سنة و30 سنة و50 سنة لو اشتغلنا بس على الجزئية هذه. آه. إنه بس أنتوا يعني زيدوا أحسن. آه. زيدوا بس التكاثر ودعموهم. آه. أنا الدول اللي تدعم ودول عربية ودول مانحة. آه. بس مجرد صمودهم. آه. بهذا الشكل. طيب. مجرد إنه يعني وجود هل الأطفال والأبناء اللي صاروا شباب اللي من 20 سنة و30 سنة هذا أكبر خطر. آه. والدليل على ذلك استشعروا هذا الحكي بالكيان الصهيوني والعالم الغربي. آه. فصاروا يستخدموا التسفير مثل يهود الفلاشة من روسيا ومن من كل العالم وعطوهم كل المغريات. آه. حتى يسووا نوع من التوازن وأوهموهم أنه أنتم جايين على الجنة أرض الميعاد. لقوا أنهم جايين على جحيم. آه. ودليل على ذلك أنه بلشت ترجع الهجرات العكسية الحمد. آه. لله يعني لأنه اكتشفوا. أرجع أقول موضوع ديموغرافيا نربطه في موضوع المطعوم. هذا الخطر نفسه هو نفس الخطر في أوروبا إذا. آه. تفوتوا على تفاصيل التزايد السكاني ونسبة. آه. التزايد السكاني. آه، أنت مع نظرية تمويت ثلث البشرية. أنا مش ثلث البشرية. هم بيقولوا ثلث البشرية لكن. آه. هي حقيقة. آه. ثلث العالم العربي وتحديدا الإسلامي نسبة التواجد الموجود في أوروبا وأنا قرأت فيها دخلت فيه بشكل كبير. آه. نسبة كبيرة جدا وفيها تزايد عالي جدا نسبة يعني التكاثر عند العرب والمسلمين في أوروبا نسبة يعني مهولة. فخايفين يتفوق العنصر العرق العربي. شكرا. على العرق الأوروبي داخل أوروبا. شكرا. فبالتالي لن يبقوا. آه. لن يبقوا صامتين. آه. أمام هذه الجزئية. هذا أنا من وجهة نظري. أيضا لما نتحدث عن 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 مطعوم الآن هذا المرض موجود حتى ما نروح إحنا كمان لبعيد أو يشكوا فينا. آه. المرض موجود هو يعني موجود ولا أوجدوه؟ لا هو موجود لكن طوروه. أطوروا. يعني هو موجود هي بالنهاية. آه. نوع من أنواع الرشح. آه. لكن المطعوم وموجود المطعوم في يمكن واحد يقول لك طب هي قاعدين ياخذوه برا ببريطانيا وبأمريكا. آه. وفي الصين صحيح قاعدين ياخذوه برا لكن أنا كمواطن أنا كمحمد الفايز شو ضمني نوعية المطعوم اللي قاعدين يعطونا إياه عن اللي ياخذوه برا. آه. فبالتالي يعني هو هاجس يعني خلينا نحكي هو هاجس. آه. قد يكون هذا المطعوم لتأثير عنصر الخصوبة عند بالمنطقة قد يكون. ها. قد. أنا ما أجزم قد يكون لتأثير يعني أنا لو إني يعني من أصحاب تقول قد يكون الاحتمال أنت وضعته ولا الدراسات أنت قرأتها أنا ربطت الدراسات اللي. آه. أنا ربطت الدراسات اللي أنا كنت أقرأ فيها كان تخوفهم تخوف عالي جدا من. آه. نسبة التزايد وكيف وقفها. آه. لا يستطيعوا وقف التزايد أي أن هذا المطعوم يعني زي ما بيقولوا بيلعب بالجينات وبيلعب بالأحسنت. آه. أحسنت في موضوع الخصوبة فبالتالي. آه. نحكي عن جيال قادمة يمكن تقول له محمد مجنون لكن بعد 20 سنة نرجع لا مقابلة تقول والله قد يكون دائما نحكي قد يكون. آه. ولا هو المرض موجود وأنا واحد من الناس اللي انصبت فيه وقعدت شهر ونص انصبت نعم. آه. قعدت شهر ونص يعني بس الحمد لله يعني الحمد لله. عديت منه هو موجود لكن أتحدث عن المطاعيم وموضوع الثقة. يعني والدليل على ذلك طب اخذت المطعوم انت ولا ما اخذته؟ اخذته. اه طب ما عندك نظريه مهمه كيف تاخذه؟ اخذته مجبر. ها؟ اخذته مجبر. اعضاء مجلس النواب لازم يعني لا مش مش. آه. مش اعضاء مجلس النواب. آه. انا مضطر اني اسافر على 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 اوروبا الحق والدتي بعلاج. آه فمشرطين القصه مشرطين اني لازم خليت عن الخلفه وعن القصص هاي هسه جيلنا بدي اجاوبك على الجزئيه احنا جيلنا راحت علينا راحت علينا احنا نحكي عن جيل الجيل الجديد طيب يعني الناس اللي حواليك اللي مرتبطين فيك اولادك كذا اخذوا المطعوم ولا لسه صغار لسه أنا خايف إنك أنت متجوز صحيح؟ لا متجوز أنا قاعد أسأل فيك وأقول لك أولادك الحمد لله الحمد لله. لحقت حالك لعد. طيب بدي أنط على موضوع ثاني وهو موضوع مخيف يخيف الأردنيين جميعا موضوع الاقتصاد. نعم. هل ترى أنت كمحمد الفايز النائب اللي داخل الآن مطبخ التشريع أن هناك أمل قريب في فك الأزمة الاقتصادية الأردنية الاقتصاد الذي قالوا لنا منذ 20 عام وأكثر أنه موجود في غرفة العناش شايف في حلول في تخفيف على الناس ولا على المدى القريب ما في من هالحكي شوف خلينا نربط الموضوع في نرجع في مجلس النواب. آه. مجلس النواب إذا أخذ دوره الحقيقي الآن. آه. أخذ دوره الحقيقي في محاسبة الفاسدين. آه. وفتح الملفات اللي يفترض أنها تنفتح راح يفكفك يعني عقبات الاقتصاد لما نتحدث عن الاقتصاد نحكي عن الطاقة
أنا واحد من الناس اللي فتحت ملفات الطاقة وأنا أعتقد أنه الطاقة 80% من معيقات الاقتصاد أو من خلل الموجود عندنا في الأردن. كيف؟ اشرح الناس كيف؟ يعني الطاقة مرتبطة في كل شيء. صحيح. في كل شيء. هل معقول أنه إحنا نستورد النفط ونستورد البنزين الآن سعره مثل ما كنا نستورده قبل 15 سنة؟ والعكس السعر أعلى من ما كان سابق. هل معقول؟ بيقولوا في لعبة حكومية في الموضوع في القصة. شوف الضرائب اللي انحطت والأرقام هذه كلها غير مبررة. يعني غير مبررة أولا لأنه إحنا أصبحنا بلد نفطي. إحنا قاعدين يعني الدولة تربح من برميل النفط أكثر من البلد المنتج للنفط. إحنا نربح من تجارة السيارات وجمرك السيارات أكثر من البلد اللي تصنع السيارات. المصاري وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح المصاري؟ طيب أنا أنت الآن صرت نائب ولك 5 أشهر بعد مجلس النواب، المصاري وين بتروح؟ ما بشتر الموضوع. طبعًا. وين بتروح؟ طبعًا. طيب؟ يعني تيجي على التهرب الضريبي مثلاً. التهرب الضريبي يعني وهذا كمان ملف، هذا كله راح ينفتح الفترة القادمة. راح يخلوك تفتحه. بأريحية. أصلاً الهوامش بيخلوك تلعب. راح يخلونا تعرف ليش؟ لأنه مش أنا اللي أنا ما بقول أنا لأنه راح أكون أنا من ضمن مجموعة من الزملاء. يعني دائما بتلاقي حدا بيقولوا. لا فيه. بدي تصلح هالمعلومة. بيقولوا كل ما يقوم واحد بهالبلد يوقف بضربه على رأسه. هل هذا صحيح؟ هل كل واحد بده يحمل هم وعبء الأردن فوق كتافه وبده يجي يحكي عن الفساد الحقيقي وبده يسلم فاسدين وبيبين خوفه على الأردن عن جد بيقوم يطصوه؟ ما بقدر. ما بقدر. ما بقدر. إذا أنك أنت متمكن من نفسك وتتحدث في شيء وعندك فيه الوثائق وعندك فيه المعلومات وتشتغل ضمن آلية معينة ما راح يقدروا. أنا قاعد أشتغل مش لحالي مجلس النواب، أرجع أقول لك أني قاعد أشتغل ضمن مجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات. متفائل؟ أنا متفائل والله. متى تحبط؟ أو متى راح تعرف متى راح تقول لي أبو وطن والله كلها حرث بمية؟ تعرف متى مقياسي هذا راح يكون؟ بالدورة القادمة بالمرحلة الجاي إذا كنا طبعا موجودين كنا لازم الدورة تقصد المجلس العشرين؟ لا لا الدورة هذه الحالية لأنه تشكيل الكتل ينتهي مع انتهاء الدورة اللي فاتت. يعني بواحد 10 بده يعاد تشكيل. أنت بأي كتلة صحيح؟ كتلة الشعب. بأي لجنة؟ أنا باللجنة المالية والإدارية. المالية يعني مطلع على طبعا طبعا انا ناقشت وزير الماليه في عده نقاط وجزء من المعلومات اللي اعطانا اياها جزء منها مضلله جزء منها غير حقيقيه. وزير الماليه اعطانا معلومات مضلله؟ طبعا طبعا. يعني متحدث عن موازنه وضعت وانا حكيت ونبهت في ذاك الوقت انه الموازنه وضعت على خيارات انه الجائحه انتهت ما وضعت على الوضع اللي احنا فيه الان. وانا حكيت وانا مش مالي ولا اقتصادي الان اللي حكيته قبل 4 شهور الان احنا قاعدين نمر فيه. هذا واحد. 2 لما تحدثنا عن الديون والمديونيه اخفوا ديننا اللي على الضمان الاجتماعي. طب ليش دين الضمان الاجتماعي؟ طب ليش اخفوا؟ عشان يعطونا مصاري من برا. عشان يدعمونا من برا انه الدين يعني مسيطر. اكيد لازلنا نقترض. واللي دعمونا في نزاع الموازنه لازلنا نقترض. احنا مقترضين 2 مليار يعني. طب احنا نرجع نقول المصاري بتيجي واحنا شايفينها. صحيح صحيح. في شيء في ما خليتني كمل. اذا لم نستطيع اعاده تشكيل الكتل بشكل قوي، ترى وللعلم هذه اللي حكى فيها جلاله الملك. جلاله الملك حكى في عده مرات بس بدك من يلتقط الاشاره. والله هو كان يعطي إشارات من 15 سنة. بس بدك مين يلتقط الإشارة؟ قال أتمنى أرى داخل أروقة مجلس النواب كتل قوية. صحيح. تستطيع أن تحاسب حكومة برلمانية حتى تشكل حكومة. صحيح. إحنا أمامنا خيار موجود مطروح، ليش نشكل 7 كتل وكتل هلامية بينما نشكل كتلتين أو 3؟ أنا وهذا اللي قاعدين نشتغل عليه الآن. إذا تشكل كتلتين ثق تماما عندها راح تكون في محاسبة للحكومة وراح يكون مجلس النواب يقوم بدوره الحقيقي. غير هيك حكي فاضي. جلالة الملك حكى في من أول ما بداية عهده كان يقول أنا في عندي ديناصورات، أنا قاعد بدي حارب الفساد. صحيح. لكن عندي صحيح. عندي ديناصور. شوف الفساد مش بس بالمؤسسات، الفساد فينا إحنا كمواطنين. أسألك على الفساد. الفساد لما يكون بدي أحكي لك شغل اسمح لي بس. الأردن مبني على 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 يعني ما بدي أفوت بتفاصيل حتى لا أفهم خطأ، لكن طبيعة المجتمع الأردني. أنا طول الوقت أنا أنظر الفساد والفساد، لكن إذا ابني دخل في قضية فساد ثاني يوم أوقف بالشارع أوقف معه ضد الحكومة.
واصير احرق كوشوك واحرق باللهب. صحيح. لا انا اذا ابني فاسد انا قاعد اطالب والان وعيدها كما مره وثاني وثالثه. اذا ابني فاسد انا اول واحد اطالب انه يتحاسب. واذا اخوي فاسد اول واحد اطالب انه يتحاسب. عند هذه النقطه تختلف الامور، وهذا كان يحكي فيه ترى جلاله الملك ونبه انه بدنا نحارب الفساد بس في عندنا طب تتوقع معيقات. الاردن فيها فاسدين كثار؟ كثار. وانا بقصد الكبار عن اللي نهبوا ملايين زي ما بنسمع، هل هذه الارقام حقيقيه حسب اطلاعك وانت في اللجنه الماليه وال... يعني نعم حقيقيه، يعني لو جمعناهم كلهم مع بعض يغطي العجز اللي عندنا؟ شوف ملف الطاقه لحاله ملف الطاقه خلينا بس يعني نفصلوا هذا الملف وترك الامور الثانيه. يعني تحكي عن خمس اشخاص وفي معهم كمان ثلاثه ثمان اشخاص يعني استولوا على كل مدخول البلد. وليه ما قدرتوا توقفوهم لغايه الان؟ بدينا الان فتحنا الملف في الان. انا حكيت لوزيره الطاقه وهيني اعيدها كمان مره الان احنا من هون لواحد عشره لحين انعقاد الدوره. اول سؤال راح يكون لانه محطوط سؤالي على جدول الجلسه الرقابيه لوزيره الطاقه بفتح ملفات العقود الطاقه المتجدده البديله. انه احنا الان في العروض قرش وسبعه. ولا زلنا نشتري ب 13 و14 لمصلحه مين؟ مين اللي وقع العقود هذه من الوزير وموظفينه؟ اللي وقع العقود هذه ل 27 سنه. يعني لمصلحه مين؟ كيف علاقتك مع الوزراء؟ ممتازه. وحتى وانت بتسالهم وبتشد عليهم صدرهم واسع؟ واسع بالله حقيقه والله. يعني طيب وبتخدم ابناء منطقتك وبتراعي مساله اني انا بدي اطلب خدمه من وزير لفلان وفلان من منطقتي فبالتالي لازم امشي له ويمشي لي والقصص؟ لا مش موضوع امشي له ويمشي لي. انا بفضل الله الله ما في جزئيه مرقتها كدوري الرقابي. تقعد على ركبه ونص. على ركبه ونص، لكن بالمقابل حقوقي وخدماتي المنطقه. انا هذه حقوقي، انا هذه انتزعها انتزاع مش يحملنا جميله فيها الوزير. هذا في فهم خاطئ اخوي ابو وطن، انه بني الناس يفكر اذا انا اعترضت مثلا او حتى حجبت الثقه عن الوزير اني انا راح يحجب عني الخدمات. لا مش صحيح. اذا كانت مثلا من الاعفاءات الطبيه او غيره هذا حق إلي مش بخاطره أنه يعجب أو ما يعجب. لكن للحقيقة وللأمانة حتى نكون منصفين، الحكومة ما عندها هذه النظرة، ما عندها اللي أنا لمسته. يعني ما لمست، أنا كنت أتوقع مثلا ممكن يعيقوا ممكن يأخروا، والله ما لمس أي 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 إعاقة. طيب بدي أسألك عن رئيس يعني الوزراء. متفاهمين الموضوع هذا. بدي أسألك عن رئيس الوزراء الدكتور بشر خصرنا، وأنا أجل وأحترمه وتربطني به صداقة قبل أن يصبح رئيس الوزراء، بعد ما صار رئيس الوزراء ما تواصلت شوية. نعم. مش شايفه أنه أكثر رئيس وزراء مختفي أو قليل لا. الظهور؟ لا يصلح. لا يصلح؟ لا يصلح. هاي ناخذها منشيت نقول لا. محمد عناد الفايز يقول رئيس وزراء لا يصلح. شوف مش لا يصلح. يعني صار أحداث كبيرة في عهده وفي ولايته. اسمح لي حتى يكون كلامي واضح. يعني بشر أنا زميلي بالجامعة، صديقي وزميلي بالجامعة كمان. يعني علاقتي فيه بس مثل ما صار معك، أنا بعد ما تولى الحكومة أنا ما التقيت فيه. حتى نكون يعني كلام، التقيت مرة واحدة وبعدها ما التقيت فيه. لما قلت لا يصلح ولازلت أنا أردد لا يصلح رئيس حكومة. بشر أفضل من يكون وزير خارجية، أفضل من يكون سفير. واشتغل بسفارتنا في مصر. رجل دبلوماسي قانوني. رجل دبلوماسي أبدع. يعني أبدع أحسن إبداع. لكن في إدارة الحكومة يعني ملفات مش راضين عنها. فلا يصلح. بدك أجامل يعني؟ مش راح أجامل. طيب شايف يعني يزعل يمكن يزعل مني، لكن الصراحة يزعل مني ومنك. أنا والله شوف أنا أحترمه كشخص أكيد والله إني رجل كبار دمث وراقي ترى للعلم. هو يتقبل النقد والله. لو بقي كما هو في مكانه ولا في قربه من جلالة الملك والله أفضل 100 مرة من مكانه فيه. ترى هاي أخطاء الدولة أخطاء قاتلة. إذا شافوا محمد نجح في مكان معين لازم يفهم، لازم يجيبوه ولا هو حطوه محل ثاني. طب خليني أنا مبدع في مكاني. طب شو المكان اللي أنت ممكن تكون مبدع فيه غير مجلس النواب؟ المحطة القادمة أساس ترجع ليش لورا؟ ما تقول ليش بدي أرجع ضابط مخابرات ولا تقول لي بدي أرجع للعقبة ولا الآن. صرت نائب، الخطوة اللي بعديها اللي أنت ممكن تبدع فيها شو؟ الوزارة؟
لا. يعني لو عرضوا عليك وزير ما ما بتوافق؟ لا. وإذا بعد ست شهور جيتك ولا بعد؟ بتحمل مسؤولية. هاي راح أقطع المقطع هذا وقولهم خذوا. بتحمل مسؤولية. تعرف ليش؟ آه. لأنه إحنا الحكومة فاقدة للولاية. فاقدة للولاية. فاقدة للولاية. طب ليش فاقدة للولاية؟ مين اللي أخذ ولايتها منها؟ شوف. ليه ما ترجع ولايتها؟ شوف آه. أقول لك آه. شغلة. يعني طالما الحديث مفتوح. آه. موضوع الولاية هاي ترجع لشخصية الشخص المعني، سواء كنت أنت وزير، سواء كنت مدير شركة، سواء كنت حتى حارس، يعني ترجع لشخصيتك أنت، تنتزع صلاحياتك أو تتركها للآخرين. رئيس الحكومة يفترض يكون صلاحياته أو الوزير المعني، بينما عندنا تجي تليفونات أنه أعمل كذا وسوي كذا وسوي كذا. والله يعني طيب ما جاوبتني. طيب المرحلة بعد النيابة ما أقول لي نائب بدك تضلي نائب عبد الكريم الدغمي 50 سنة. أنا عنه أبو فيصل على راسي يعني نائب مخضرم يعني واستلم وزارات، بس قصدي يعني بدك تضلي في النيابة؟ ما عندك طموح تصير رئيس وزراء بلاش وزير؟ لا كمان لا. شو بدك؟ شو مش مستعد أتحمل إثم وعلى الأقل حتى المجلس مش النواب. مش مثالية إجاباتك هيك؟ مش مثالية لا والله. تعرف مين اللي يطمح يكون لما يكون انت عندك كامل الولايه؟ ترى كل رئيس حكومه كان ياتي يقول احنا انا عندنا عندنا ولايه كامله. انت تعتقد عنده ولايه؟ ولا واحد كان عنده الولايه. دوله عون الخصاونه حاول ان ياخذ بعض الولايه، بعض من الولايه. طيب قالوا له مع السلامه. فبالتالي يعني اما انك تحافظ على كرامتك وعلى على هيبتك في 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 مكانك، او انك خليك بعيد. انا اعتقد انه مجلس النواب هو افضل مكان ممكن انك انت تأدي الدور وترجم قناعاتك لواقع. يعني لو قلت لك الوقت خلص بتصدق؟ معقول؟ بالله عليك. لا والله. والله خلص. والله انه بس هاي المخرج بيقول لي ممكن نمدد دقيقتين ثلاث. والله انا لا بس خلص الوقت عن جد. سبحان الله. عليك يعني. طيب ما دام مدد لي دقيقتين ثلاث بدي اسألك. شو اللي بخوفك عن جد على الأردن في هاي المرحلة؟ يعني انت شايف هذا الموضوع هو البعبع الحقيقي، اذا ما شحطنا بريكات وانشفتنا له رايحين احنا ضايعين. سؤال مهم ترى بنهايه الحلقه، لانه هذا حقيقه اللي خوفني. المارقين على الدوله. المارقين. المارقين على الدوله، العدم المنتمين. يعني بدنا نعرج على الحدث الاخير اللي صار مع زميلنا، وهذه ترى اذا الدوله ما انتبهت. اذا الدوله ما انتبهت وعادت حساباتها وعادت النظر. تقصد ملف اسامه العجم؟ ملف اسامه انا بتطرق معه. كثير ناس يقول لك لا انا بدي اتطرق له. اذا الدوله ما انتبهت وعرفت انه في خطا وفي خلل كبير جدا، انه الناس بدها بس الشماعه وبدها بس من يعلق الجرس من كل المناطق، والا في الوضع في خطر جدا. يعني يجب ان نستفيد من الدرس الذي حدث مع ودرس غير عادي. ودرس غير عادي. نعم. وهذا مؤشر ان هناك اخطاء كبيره قد تنفجر في اي لحظه. عليها اعاده حساباتها بشكل كامل، والا وضع خطر جدا. هذا اكثر موضوع مخوفك. طيب شو اللي مريحك؟ اللي مطمئن له وهو الركائز اللي انت بتميل عليها احنا لا بخير لما تحسها. يعني هو لما تشعر انه احنا في عندنا نظام الهاشمي حقيقه. خلينا نعرج على هذا الجزء، انه نمرض لكن لا نموت. البلد تمرض لكن لا تموت. لا تموت. نمر في اسوء الحالات، لكن احنا بحاجه بس مكافحه الفساد ومكافحه الفاسدين وزجهم بالسجون وبس، وراح تشوف الامور تختلف. والله الاردن فيها فسيفساء جميله جدا، يعني مش موجودة في كل العالم، فيها مناخ رائع، لكن بس نحافظ عليه. بيبكي محمد عناد الفايز ولا بيعتبر بكى عيب عند البدو؟ كثير. تبكي؟ آه. متى تبكي؟ أنا رجل بكى، أنا بحكي عن حالي، أنا كثير ببكي. بس متى تبكي عن جد؟ وما تقدر تجفف دمعتك زي ما يقولوا. أمي. أمك. عايشة؟ الله يخلي لك إياها يا رب. الله يخلي لك اياه ويحفظ لك اياه. نص دقيقة احكي اللي بدك اياه. مالك صفنت يا رجل؟ خلص. خلاص؟ أنا كثير انبسطت في اللقاء معك. اللقاء طلع أجمل وأرقى وأروع مما توقعت. أنا قلت لك بدي حلقة أتشرف بها بك وتتشرف أنت فيها وتحسبها من تاريخك وتاريخي.
أنا هاي الحلقة كثير شعرتني بحنين إلى والدتي. الله يخلي لك إياها. أنا شاكر جدا لك محمد عنادي الفايز، الرجل النظيف، الرجل الذي يا ليتني عرفته من زمان، بس شكرا لك. أعزائي المشاهدين، باي، الحلقة الجاية اقطع.